تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران ممثلة في الفرقة الأولى للبحث والتدخل من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة الحدود تختص في ترويج المؤثرات العقلية نقلها تسليمها وتخزينها تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة من بينهم الرأس المدبر الذي يمتد نشاطه من الحدود الجنوبية الجزائرية إلى غاية الولايات الغربية حيث أسفرت العملية عن حجز 19600 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل 2 ميليغرام المعروفة في الوسط الشعبي بروش مع حجز 3 مركبات ودراجتان ناريتان مع حجز مبلغ من عائدة الترويج قدره 89,000 دينار جزائري تم تحرير إجراء قضائي ضد جميع أطراف الشبكة سيحالون بموجبه إلى العدالة.